ممتاز، حسن جدا. محمد. نعم. هذا محمد، عنده مشكل صغير. محمد ما كيكتبش بالزربة، وكيكون عنده أخطاء اللي كيخليه يرتابك. إلى السلم أدعو جميع البشر لأحيا سعيدا كريما وحر ونور يضيء نور السعادة وأحلام طفل يحب بلاده. نعم. إلى السلم أدعو كل الشعوب وقادة لنمر من كتاب حصي. ممتاز، حسن جدا محمد. إذا هنا كنشوفوا نموذج ديال المعلمة كتواكب الطفل في مسار النجاح. لأنه شنو هو النجاح؟ النجاح ماشي هو أنك يكون عندك معدل قوي أو نقاط إلى آخره، بل النجاح هو القدرة ديال الطفل اللي كيكتسبها عن طريق الإخفاقات، يعني أنه يقدر يطيح وينوض، يطيح وينوض. وهنا كنلحوا على الأهمية ديال تكوين المعلمين والأساتذة، وخصوصا في ميدان التربية الدامجة، لأن عندنا واحد الجيل اللي عنده صعوبات، عنده احتياجات خاصة، وخصنا نواكبهم. ولذلك كاين ورشات تكوينية اللي كيقوموا بها الفاعلين التربويين من أجل هذا الهدف. جميع نحاربوا الهدر المدرسي باش ما يحطوش ستيلو. بيك ما تحطش ستيلو.